إلى كل الأحرار في بلادي. هذه الخيمة المحروقة، هي الخيمة التي حرقت أمس، وهؤلاء أصحابها قاعدين يدفون تحتها، ما تركوها. هنلتقي مع صاحبها. السلام عليكم وليدي، شلونك يا عمري؟ شنو هاي الخيمة؟ شنو قاعدين بدون؟ شنو موضوعكم؟ جماعة حرقوها الشغل. شلون حرقوها وليدي؟ يعني قاعدين هنا قعدتنا الآن يومين، قاعد الصبح يعني شعل جمرية وقاعدين. جو من هنا عليها ركضوا بكسريات من طفوا بالفروع، يا ريت هسه كسريات من الصغار كلها ضبط الشارع. اشتغلونا طق طق حرقوا الخيمة، يا بليش عاتشوا من هنا. يطلقون علينا ويطلقون علينا. الساعة قديش؟ فيكم تقريبا 11:30. 11:30 البارحة بالليل. أذينكم عاتشوا من هنا صيع عليهم، أذينكم يمكم عوض الخيمة. ولا كانهم على بالك عمي اليهود مو مثلهم والله. الله يعينكم. يعني هذا هذا اللي يطق اخوه واللي يضرب اخوه. انا بكسريات وحاكي ولا كان فلسطين ما صار بيج والله. فلسطين والله مبينه بالطابوق ويا. طابوق ظاهر سلمي ما واجهتهم لا طابوقه لا شيء. امير المؤمنين وهاي نار محمد عليه وعلى صادق صادق. طابوقه ما شاء الله عليه. حاكي من هنا يطق بكسريه ورا 10. ايش يسوي؟ يطق بكسريه. لا حول ولا قوة الا بالله. يعوض على الله. ان شاء الله. لا وليدي ان شاء الله خير، صوتك يوصل باذن الله يا وليدي. هذا الشباب شوفوهم، شوفوهم ايش قد مرعبين، ايش قد يخوفون شباب. وهاي خيمتهم. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.